أهلا بكم. أجهز الغزو الأمريكي عام 2003 وعمليته السياسية القائمة على العراق دولة وشعبا ومقومات مادية وغير مادية، إذ عمل الاحتلال الأمريكي على تجريف العراق من مرتكزاته الحيوية في محاولة كما يبدو لحرمانه من أي فرصة للبناء والنهوض مرة أخرى، فكان الخراب والتدمير شاملا وعاما ولم يوفر أي مفصل من مفاصل الحياة في العراق الجديد. خسارة العراق المتضخمة جراء الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا عمل الغزو الأمريكي على تحطيم الدولة العراقية بهذا الشكل الذي جرى خلال 15 سنة الماضية؟ وكيف ترك هذا التخريب المبرمج آثاره على نواحي الحياة العامة في العراق؟ وهل اقتصر هذا التدمير المتعمد والمتصاعد على الجوانب المادية فقط؟ وهل يصلح الركام الحالي في العراق الجديد ليكون الأساس لعملية البناء والنهوض المنشودة كما يروج شركاء مشروع الغزو السياسي؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، فاروق يوسف. 15 عاماً وعدة أشهر والملامح اليومية للعراق على كافة الصعد تدلل على ظلال الغزو الأمريكي السلبية، أفقدته الهدوء والاستقرار الداخلي، وصار يشهد نزاعات مختلفة بعد تفكك القوات الأمنية وحل الجيش العراقي بقرار أمريكي، حيث تشير التقارير والبيانات الصادرة عن منظمات حقوقية محلية ودولية أن العراق لم يتوقف عن دفع فاتورة الغزو بسقوط ضحايا بشكل يومي، إضافة إلى تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية فيه. فعلى الصعيد المدني، وثقت التقارير الدولية مقتل أكثر من 1,000,000 عراقي منذ العام 2003، كما أن الغزو حول العراق إلى بيئة للأمراض والأوبئة، إذ تسبب القصف المكثف بآلاف الأطنان من القنابل بحصول أكثر من 60 مرضاً وبائياً بحسب منظمة الصحة العالمية. مئات العلماء النوويين والطيارين تم تصفيتهم على يد نور المالكي الذي زود الموساد الصهيوني والنظام الإيراني بمعلومات أدت إلى تصفيتهم بحسب وثائق سرية مسربة من موقع ويكيليكس، فضلاً عن الآلاف الذين هجروا في خضم سياسة ممنهجة لاستهداف أصحاب العقول والكفاءات. وعلى الصعيد الاقتصادي، فإن العراق لم ينتفع من الميزانيات التي وصفت أرقامها بالانفجارية نتيجة الفساد الذي جعل العراق في المرتبة الثالثة عالمياً من ناحية الفساد الحكومي، وبسبب ذلك بقيت مؤشرات الفقر والصحة والتعليم تؤكد انحداراً في قراءاتها السنوية. فنظام التعليم في العراق الذي كان واحداً من أفضل النظم بالمنطقة في ثمانينيات القرن الماضي وصل إلى درجة كبيرة، إذ تجاوزت نسبة الأمية حالياً 40% بحسب بيانات حكومية رسمية. أما معدل الفقر فقد تجاوز 53%، وهو أعلى معدل تصل إليه البلاد منذ نحو 100 عام. وعلى الصعيد الاجتماعي، فقد أسهم الغزو في تدمير القيم المجتمعية للعراق، إذ أغرق العراق بالمخدرات التي أثرت بشكل مباشر على فئة الشباب، ما زاد من عملية الانتحار في أوساطهم. يضاف إلى ذلك كله التفكك الأمني الذي ساهم في ظهور عشرات الميليشيات والمجاميع المسلحة التي ساهمت في بث الكراهية والنزاعات الطائفية، وكان لها الدور البارز في عمليات تهجير ممنهجة، فضلاً عن عمليات إخفاء قسري غيبت أكثر من 1,000,000 عراقي بحسب منظمة Human Rights Watch. أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة التي ستبحث فيما خسره العراق جراء الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي المستمر منذ 15 عاما. ضيوف الطاولة: الدكتور رافع الفلاحي، الكاتب والباحث السياسي، ودكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وسيكون معنا من العاصمة السويدية ستوكهولم الكاتب الصحفي الأستاذ فاروق يوسف عبر سكايب. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. حياكم الله. لو بدأنا مع دكتور رافع الفلاح، دكتور، الغزو كان واضح من خلال هذا الحصاد المر، هذه التجربة 15 سنة، كان هناك إصرارا وعملا مبرمجا ومتعمدا على عملية تجريف وتخريب المفاصل الحياة في العراق مادية وغير مادية. هل الأمريكيون أو الأمريكيين اعتقدوا أن العراق لن يرضخ إلا بهذا التدمير الممنهج والمتعمد وتخسير العراق لحاضره ومستقبله وحتى الماضي أيضا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أستاذ ماجد،
ربما علينا نعود إلى مشهد صغير أو هو كبير في معانيه. نعم. لكي تتضح الصورة وأجيبك على سؤالك هذا. هذا المشهد في يوم 1/5/2003 بعد احتلال بغداد بشهرين. نعم. بأقل من شهر. شهر أقل من شهر. أقل من شهر. يوم 9/4 يوم 1/5. كلنا نتذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق بوش الإبن وقف على بارجة حربية. بارجة الحربية وخطب خطابا سمي خطاب النصر في وقتها. قال أن الحرب قد انتهت. المهمة انتهت. أنجزت. انتهت بالنصر. هو انتصروا أبنائكم وهكذا تحدث مع الشعب الأمريكي. وكانت هذه أكبر كذبة. لأنه ما بعدها ثبت أن أمريكا كانت بالكاد الآن قد يعني أمسكت ساقيها في وسط هذا المستنقع اللي يعني صممته المقاومة الشريفة العراقية وأوقعت فيه كل الجيش الأمريكي. وأمريكا كانت في حرج كبير وكانت الحرب قد بدأت فعليا الآن ولم تنتهي. وكانت الحرب في الشيء المهم اللي نتحدث عنه فيما يخص سؤالك. قال أربع وعود هي اللي سميت الوعود الأربعة الأمريكية. قال العراق الآن إحنا ماضين نحقق له الأمن والحرية والرفاه والديمقراطية. الوعود الأربعة اللي سميت الوعود الأربعة الأمريكية. الأمن والحرية والرفاه والديمقراطية. بعد 15 سنة الآن، بعد أكثر من 15 سنة من ذلك المشهد اللي وقف به بوش الابن وتحدث عن هاي، عندما يعني نضع أمامنا جرد للحساب سنجد ما هي الكارثة. كيف خسر العراق كل هذه؟ العراق بعد 15 سنة بلا أمن بلا حرية. العراق مسلوب الحرية الآن. مشكلة دكتور ولا أي واحد من هذه الوعود تحقق ولا بمستواه الأدنى. إذن كل هذه عندما لا تتحقق هذه الوعود هناك خسائر. العراق عندما يخسر أمنه هناك يعني خسائر بالأرقام وخسائر كبيرة، خسائر معنوية مادية منظورة وغير منظورة. عندما يخسر حريته، عندما يخسر رفاهية، عندما يخسر ديمقراطية التي يدعون أنهم جاءوا بها، وما هو الثمن اللي دفع أهل العراق؟ فبالتالي نحن نتحدث عن خسائر رهيبة جدا حصلت في العراق منذ عام 2003 لحد الآن. هذه الخسائر مثل ما قلنا منظورة وغير منظورة. لا تتعلق، أنا نتحدث فقط الخسائر المادية التي يمكن أن تعد بأرقام معينة ونقول أنه خسرنا في القطاع الفلاني كذا وكذا وكذا وممكن أن نتحدث بها، لكن أيضا خسائر غير منظورة. نحن خسرنا أولا وهذا هو المهم. دكتور اسمح لي لنتحدث عن الجوانب المادية وأيضا الجانب الآخر ربما. نعم. دكتور عبد الحميد. نعم. يعاني. نعم. ممكن أنا لا أتحدث عن الجانب الآخر. نعم. لكن أريد أن أقول نحن خسرنا خلال 15 سنة فرصنا للتقدم. وأن يخسر بلد فرصة للتقدم للنهوض للمضي حال أي بلد من بلدان العالم، حاله حال كأي شعب من شعوب العالم، هذه لها ثمنها، لها تكلفتها، وتكلفتها عالية جدا وكبيرة جدا. إذا كنا نتحدث عن تريليون دولار مثل ما يتحدثون، عن 1,000 مليار دولار. نعم. خسرنا خلال هذه من عائدات النفط يعني 900 وكذا يتحدثون، نحو تريليون دولار خسرناها في مشاريع وهمية في السرقات. هذا تحدث عنه مسؤول حكومي بهاء الأعرجي وهو نائب رئيس الحكومة. نعم. وليس محلل اقتصادي أو محلل سياسي. نعم. فعندما نتحدث عن هذه الوعود الأربعة، نتحدث عن الرفاهية ونأتي إلى الأرقام وتتحدث الأرقام والحكومة تتحدث عنها، أن لدينا الآن 40% تقول لحد الآن تقول أنه 40% الآن الفقر في العراق. نعم. أي رفاهية والفقر في العراق 40% و30% تحت خط الفقر. تحت خط الفقر يعني نحو أكثر من 10 ملايين يأكلون أو يتناولون غذائهم ومصيرهم مرتبط بصناديق القمامة. نعم. وهذه كارثة كبيرة في بلد هذه ثرواته، هذه الثروات الهائلة، موازناته السنوية اللي يعلنون عنها، الحكومة تعلن عنها انفجارية ملياريه. ملياريه. نعم. العراق كان، وهذا ليس دفاعا عن نظام. نعم. سابق ولا ما له علاقة، لكن عندما ننظر إلى فترة الحصار في العراق والموازنة لا تزيد عن 6 مليارات أو كذا، ونقارنها بأعداد
بالمبالغ الكبيرة التي جاءت فيما بعدها، يعني فشيء غريب عجيب. بل أن ما تحصل خلال فترة الغزو من عائدات مالية من البترول تفوق كل عمر العائدات اللي تأسيس أكثر الدول من 70 سنة. نعم من تأسيس الدول العراقية. فنحن خلال يعني من عام 1921، وأشكرك لأنه يعني ذكرتنا بهذه القضية، من عام 1921 لغاية 2003 كان هناك بناء تراكميا. نعم. وكانت هناك مبالغ تأتي من عام 2003 لحد الآن. كل ما بني من بنى تحتية مادية تم تخريبه، انتهى تماما. وهذا دفعنا ثمن خبرات وثمن أموال وثمن دماء وثمن تضحيات وثمن أوقات، وقت طويل من البناء. هذا احتاج العراق سنوات طويلة بغض النظر شكل النظام شلون كان، جمهوري ملكي من كان يقود، لكن كان اكو بناء. نعم. بنيت جسور وبنيت جامعات وبنيت طرق وبنيت مدن، وهذا البناء التراكم اللي بنى شكل النظام. انا لا اتحدث عن هذا الموضوع، لكن من عام 2003 لحد الان بدا التخريب، بدا هناك مشروع. لذلك اجيب عن سؤالك، هناك مشروع من البدايه امريكي يقوم على التخريب، يقوم على الدمار. لذلك المشروع الامريكي على العكس مما قال بوش، أمن ورفاهية وحرية وديمقراطية، كذبات كبيرة. عندما يكون هناك، كيف تحدث عن الحرية والبلد فيه كان خاليا من الأمية، يصبح عدد الذين لا يقرؤون ولا يكتبون أمية طبيعية أكثر من 8 ملايين. سنتحدث عن هذه الجوانب أيضا ربما أرقام كثيرة. نعم. إن شاء الله. دكتور عبد الحميد العاني، دكتور رافع استعرض الخسائر المادية المباشرة المتعلقة بمرتكزات الدولة، بناها التحتية التي رافقت التأسيس من عام 21 إلى 2003. هذا التخريب الذي جرى في العراق بعد 2003 وكان متعمدا ومبرمجا وفق دكتور رافع وطبعا الكثير من المختصين بالشأن العراقي، هل اقتصر على الجوانب المادية المتعلقة ببنى تحتية، بمرتكزات، بأساسيات، أم أن تعدى أو تجاوز إلى مناحي أخرى غير مادية؟ وهي طبعا هي الأخطر ربما. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية يعني لابد أن نقول أن ما يحصل اليوم هو نزيف مستمر، لأن الجرح الذي أحدثه هذا الاحتلال في العراق لم يلتئم إلى الآن، بل ربما لا يزال يعمل هو ومن معه على إدامة هذا الجرح وربما زيادته وتكبيره. لذلك نرى هذه الآثار المادية التي ذكرها الدكتور والبشرية، وربما البشرية هي الأخطر في هذا الجانب، لأن هذه الجوانب المادية في أي لحظة من اللحظات يستطيع البشر إعادتها واستعادتها. لذلك كان استهداف المحتل الأمريكي للعراق ليس فقط الجوانب المادية وإنما البشرية بشكل أساس، لأن هذا المشروع الذي جاء به المحتل الأمريكي كان يعينه، له أدوات تساعده داخلية وخارجية، فهذه الأدوات من العملاء بكل مستوياتهم سياسية إعلامية حتى دينية إلى آخرها. كان هذا المشروع الأمريكي الاحتلالي هنالك من يواجهه، هؤلاء الذين يواجهونه هم النخبة، نخبة العراق من الشخصيات الوطنية والمتعلمين والمثقفين وغيرها. لذلك وجدنا الاستهداف الأمريكي لهذه العقول، لهذه الشخصيات، لهذه الكفاءات كان مركزا منذ الأيام الأولى ومبرمجا وتسير أو تعتمد عليه وتمارسه أكثر من جهة. ومن الأيام الأولى رأينا هنالك استهدافا للعقول، الكفاءات من أساتذة الجامعات ومن الأطباء ومن الشخصيات الوطنية، كل شخص يتصدى أو بالإمكان أنه يكون لديه إمكانية التصدي لمثل هذا المشروع، رأينا هنالك استهدافا له. ولذلك رأينا على سبيل المثال في الجانب الأكاديمي الجامعات الأساتذة وغيرها. سنتحدث الحقيقة ونخصص وقت أطول لقضية استنزاف العقول والكفاءات العراقية في بالتصفية أو التهجير أو عملية المهم كان هنالك. نعم. البشر هم المستهدفون إضافة، وهذه هي الخسارة الكبرى، وهي الكبرى لأنها لا يمكن التي من الصعب تعويضها إلا بصعوبة. نعم. أستاذ فاروق يوسف في ستوكهولم، مساء الخير أولا. مساء الخير. هل قضية التخريب للجوانب المادية وغير المادية باعتقادك يعني سارت بخطين متوازيين،
أم أن أحدهما كان يسبق الآخر، أم أن هناك كان أولوية لعملية التخريب؟ يؤكد الأساتذة هنا أن القضية كانت الأخطر في مراحلها هو عملية استهداف البشر، استهداف العقلية، استهداف الشخصية العراقية، أم أن الأمريكيين ساروا بخطين متوازيين ولذلك كان هذا الحصاد المر خلال 15 سنة الماضية؟ أستاذ واجد، بالحقيقة كثير يأخذنا أحيانا تأخذنا التأويلات وتأخذنا التفسيرات باتجاه الخراب المادي. نعم، هو هذا بالحقيقة أسهل الأشياء بالحروب. نعم، يعني هي أسهل الخسائر. نعم، لأنه هذه يمكن تعويضها بسنوات بسيطة جدا، يعني المباني والكذا. الأخطر هو الإنسان. نحن بالعراق وشعب وقع في مطب، واعتقد يمكن حفرة هائلة ما اعتقد لحد الان ما خرج منها، انه احنا حتى المتنورين من عندنا حائرين، هل يحاكمون المحتل ام يحاكمون انا يحاكم انفسنا. إيه؟ انه هل نحاكم المحتل ام نحاكم انفسنا؟ ما الذي فعلناه طوال 15 سنة؟ بالحقيقة لغز الاحتلال، وأنا أسميه دائما لغز، لأنه أوراق القضية، أوراق المسألة لا يجرؤ أحد على فتحها لحد الآن. لا أحد يعرف أنه أمريكا لماذا احتلت العراق أصلا، يعني غير هذه الأمور المعلنة وهي أكاذيب، مجموعة أكاذيب. لا أحد يعرف لماذا تكرهنا أمريكا. أنا لما أراقب يعني كمية الفساد وكمية الاعترافات بالفساد، والناس تصيح بالحكومة العراقية نحن فاسدون، ورئيس وزراء يحتفظ بملفات ويقول إنها للفاسدين، ولا أحد يتحرك لا في أمريكا ولا في العالم. إذن الحكومة العراقية محمية من قبل لوبي عالمي، قوة ضغط عالمية هي اللي تحميها، بدليل أنه قبل أيام أن الاتحاد الأوروبي عبر عن دعمه للحكومة العراقية. الآن عندنا إحنا 4 حكومات عراقية متتالية. أستاذ فاروق اسمعني، هل تعتقد أن هذه الحماية هي نظير التخريب للتخريب أو شرط للتخريب؟ لا، هي جزء من المشروع. هي جزء من المشروع اللي هو احنا دائما نركز على انه هو مشروع امريكي. المشروع الامريكي ملغز لا نفهمه، لكن هناك المشروع الايراني. المشروع الايراني مفهوم وواضح. مشروع الايراني تطابق 100% مع مشروع حزب الدعوة لتدمير العراق، لتدمير الشخصية العراقية. هو أنت تدمر العراق لما تدمر الشخصية العراقية، المجتمع العراقي. وأنا أعتقد أنه المسألة بدأت بتطبيق نظام المحاصصة، فالمحاصصة تنتج في أي مكان بالعالم، تنتج دولة فاشلة. هذه الدولة الفاشلة تعمل على إنتاج شعب فاشل، شعب لا يعرف حق المواطنة، لا يعرف نوع إرادته في صنع المستقبل وصنع مصيره، ولا يعترف بالقانون. وهذه 3 فقرات موجودة بالعراق، يعني الآن مطبقة. والآن العودة إلى نظام ما قبل الدولة سائر ومطبق، بدليل أن نظام العشائر هو مطبق في كل المحافظات العراقية ضمنها العاصمة بغداد. فتدمير الشخصية العراقية هي الأساس. يعني لما نزلوا المثقفين العراقيين في الأيام الأولى من الاحتلال وأشاعوا سؤال مريب، هو هل هذا احتلال أم تحرير؟ صدقني يا أستاذ ماجد، نعم. أنا قبل أسبوعين التقيت بشاب عراقي بالثلاثينات، نعم، يعمل في أحد سوبر ماركت في لندن، نعم، وقال لي بالحرف الواحد، قال لما حرروا العراق، الأمريكان حرروا العراق، فأنا صفرت، قلت له شو القضية؟ قال لا، إذا أنت من جماعة الاحتلال. لا، أنا من جماعة التحرير. نعم.
حتى اللحظة سكنت في اللاوعي الجمع العراقي نعم مجموعة الأسئلة اللي كرسوها مثقفو الاحتلال. نحن أنا أعتقد هذا التدمير المنظم والمبرمج جزء كبير منه نفذوه عراقيين، ما نفذته أجهزة المخابرات الأمريكية وما كانت تحتاج أصلاً. يعني لدينا كادر، لدينا جزء من الشعب العراقي اللي هو حزب الدعوة اشتغل، ولدينا الشيوعيين اشتغلوا، ولدينا كثير من لكن المنظمات. الآن يبدو الآن هناك ردة فعل شعبية أو مجتمعية بالاتجاه الآخر، يبدو أن الذي جرى خلال 15 سنة ما عاد مقبولا، ما عاد له سوق يشترى بعد هذا الحصاد المر الذي جرى. هي النتائج أستاذ ماجد عيني، النتائج الآن نحن 15 سنة صدقني كافية لبناء دولة تنقلها من العالم الثالث إلى العالم الأول. يعني 15 سنة قيسها لكوريا الجنوبية وقيسها 15 سنة يابانية من النجاح الهائل. يعني 15 سنة عراقية من الموت، من الفجائع، من الفشل. الشخصية العراقية دمرت. يعني الآن يشعر الإنسان بالعار أن هناك فقراء في العراق. نعم. إيه يعني هذا موضوع سياسي. إذا سمحت لي بعد الفاصل نتحدث أكثر عن عملية استهداف للهوية، للشخصية، للعقلية العراقية، لمنظومة القيم أيضا كانت من ضمن من طالتها يعني الخسائر الكبيرة جراء الغزو. إذا نتوقف عند هذا الفاصل القصير ثم نعود لإكمال النقاش في طاولة حوار عن الخسائر المتضخمة للعراق جراء الغزو الأمريكي وعمليته السياسية. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة التي تبحث في الخسائر المتضخمة والمتصاعدة للعراق جراء الغزو الأمريكي ومشروعه السياسي. أضيف طاولة الدكتور رافع الفلاحي، دكتور عبد الحميد العاني، الأستاذ فاروق يوسف من ستوكهولم. دكتور، تحدث الأساتذة عن خسائر من الممكن أن تدارك وخسائر أيضا متعلقة بجوانب غير منظورة سميتها، متعلقة بالشخصية العراقية، بمنظومة القيم وما إلى ذلك. أيهما الذي يحتاج إلى جهد للترميم؟ وهل الفرصة ما زالت سانحة أم أنه القطار فات وأنه الوقت قد فات وربما في المربع اليائس نحن؟ أنا أعتقد يعني قد أختلف مع البعض عندما يقول أن الخسائر المادية ليست ذا قيمة بقدر الخسائر البشرية. نعم، الخسائر البشرية كبيرة ولها وزنها، نعم، وخسارتنا بها كبيرة، لكن الخسائر المادية أيضا كبيرة جدا. وأنت في كل بلد لديك قوى مالية وقوى بشرية. نعم. القوى المالية لا تستطيع أن تعمل إلا إذا كانت القوى البشرية لها فعالية وقادرة على استثمار هذه القوى المالية لخدمة الناس وصنع نموذج أو تنمية بشرية وتنمية في كل الاتجاهات إن لم تكن هناك قوى بشرية. والقوى البشرية قد تكون مقيدة إذا ما كانت القوى المادية، القوى المالية المادية قد خربت وصارت عبئا علينا. وأعطي مثال، نحن بعد 15 سنة، أكثر من 15 سنة من الاحتلال، لدينا خراب كبير جدا جدا، لدينا بنى تحتية قد دمرت بشكل كامل. لذلك قضية أن الاحتلال العراق لغز لا أعتقده لغزا، لأن خسائر العراق الآن تحل اللغز، ما لا يوجد لغز. أمريكا حاولت أن تجعل الموضوع لغز بالحديث عن جئنا من أجل الديمقراطية، أولا جاءوا من أجل أسلحة الدمار الشامل ومن أجل ما أعرف منه الدكتاتورية إزاحته، وبالتالي عندما لم يجدوا كل هذا والأمور غير شكل
ذهبوا إلى القول أن جئنا من أجل الديمقراطية وتحرير العراق، وشاهدنا ماذا جرى. هذه الكذبة حاولوا تبريرها، لكن واقع الحال أوضح لماذا احتلوا العراق. العراق قوى بشرية وقوى مادية وقوى عقلية وقوى تاريخية متفاعلة جدا أرادوا تدميرها. مركز يجب أن يكون مشتتا، يجب أن يكون ضعيفا، إذا ما استمر في القوة ستكون المنطقة كلها. هذا سبحان الله، يعني هذا أو وضع بعض أسراره عند مثل ما يقال، وضعها سبحانه وتعالى في هذا البلد، وضع في هذا البلد عقول وقدرات وأنهار وموارد طبيعية كثيرة جدا جدا. لذلك يعتبر من أغنى البلدان، وتعتبر هذه البقعة التي تسمى العراق من أغنى بقع الدنيا في ثرواتها، في مواردها البشرية، في كل شيء. نعم. دعني أقول أيضا مرة أخرى، نعم، عند بعد 15 سنة عندما ترى أن البنى التحتية مدمرة إلى هذا الحد، عندما ترى أن العراق فيه فقر. دكتور اسمح لي فقط بس أدخلك القضية، أن الخسائر المادية ربما يعني قضيتها أهون، أنه جسر محطم أو مدرسة محطمة أو مستشفى محطم من الممكن أن يعالج بالمقارنة مع مجتمع قد أدمن المخدرات. يعني هذا المجتمع سكنته الأمراض، سكنته عملية الانتحار، هذا يمكن أن يصلح، لكنه هذا الآن المجتمع 60% ذهب إلى قضية مثلا المخدرات. منظومة القيم التي كانت ما كان عيبا الآن يعني مفخرة، ما كان مفخرة عيب، وهكذا. هذا الحديث صحيح جدا، نعم، لكن هذا الحديث متى تحدثني به؟ عندما كانت المقاولات تعطيك بناية بالمفتاح الجاهز، نعم، أعطيك جسر، أبني لك جسر وأبني لك شارع وأبني لك، مو هذا الغرض. عندما لا يبني الشعب الجسر ولا يبني الشارع ولا يبني الجامعة ولا يعرف كيف يستعملها، هذه كارثة كبيرة. نعم. عندما بني أحد الجسور، أنا كنت حاضر فيه يعني في سنوات مضت، وكنت أسأل يعني لا تذكر التاريخ حتى لا يعرف عمرك الحقيقي، يعني خالد تقول بالستينات. نعم. لا، لكني كنت أسأل مدير الشركة، وكان أحد يعني المنفذة لهذا الجسر. نعم. شركة أجنبية، شركة أجنبية ومن أشهر الشركات. نعم. في العالم. وكان هذا الجسر اللي ينشأ كان أحدث جسر في الدنيا. نعم. وعندما كنت أتحدث معه قال هذا الجسر يدار بالكمبيوتر ويدار وهو أحدث جسر، وهذا الجسر الأول في العالم يبنى بهذه الطريقة أوتوماتيكية. وكنت أسأله كيف ترى أنه يعني بلد مثل العراق في ذلك الوقت يبني مثل هذا الجسر. قال، سحبني من يدي إلى منتصف الجسر وقال انظر، كان يأشر لي على صياد في النهر يصيد بأقدم طريقة بالتاريخ. قال هذه الطريقة اللي يصيد بها هذا الرجل في هذا المركب الصغير في هذا النهر لا تتناسب مع هذا الجسر اللي هو أحدث جسر بالتكنولوجيا. أنت تطوع التكنولوجيا، نعم، لكن أنت تأتي بالشعب الذي يتعامل مع هذه التكنولوجيا بطريقة عقلانية ويعرف كيف يستفيد على قدر من الوعي أو إدراك. فأنت نعم. نعم. نعم، لديك شركات وعندك فلوس ربما تجيك وتبني الجسر، لكن ما فائدة هذا الجسر تتحدثني إذا إحنا جبناه من شركة أجنبية والشعب نصف الشعب مخدر يشرب حبوب يعني وتسكنه أمراض وتسكنه جرائم ومصائب كثيرة ولا هوية له ومشتت ويقتله الفقر والأذى والسوء والأمية. لا فائدة من هذا الجسر. الجسر مهم. نعم. عندما يكون الشعب يعرف كيف يتعامل مع هذا الجسر، يعرف كيف يتعامل مع الجامعة، يستفيد من المدرسة، يستفيد من الجامعة، يستفيد من الرحلة، يستفيد من الحديقة. هذه هي على ذكر الشعوب التي تبني بقدراتها بطاقاتها. دكتور عبد الحميد العاني، بحكم أيضا المجال الأكاديمي والاختصاص، كيف كانت خسارة العراق فيما يتعلق بطاقات البشرية، بموارد البشرية، بعقوله، بالطاقات أو الطواقم الأكاديمية؟ هذه الشريحة كانت ربما في المرتبة الأولى من الاستهداف ومع الأيام الأولى للاحتلال، لماذا استهدفت وكيف كانت الخسارة؟ طبعا نحن نتحدث هنا، قلنا كما قلنا وذكر الأساتذة، عن مشروع، والمشروع هذا هو عراق جديد كما قالوا. نعم. وكان المشروع هذا يستهدف كل شيء من الأساس، لذلك سواء كانت مادية أو بشرية لم يوفر شيء، استهدفوا الأسس وليس فقط الآثار أو الناتج.
وما ذكره الدكتور قبل قليل والأستاذ أيضا فاروق هو يتفق على هذا، أنهم استهداف للجذور للأسس مادية أو بشرية. البشرية هنا كان وجدنا من هذا المشروع الأمريكي ومن أعانه والإيراني استهداف للأسس البشرية. ما هو؟ القيم، منظومة القيم، سواء كانت تعليمية، ثقافية، دينية، اجتماعية، كل القيم. ومنها من أهمها هذه كما قلنا لأنه أساس استهداف العقول، لأن العقول الأكاديمية هي قادرة على صناعة الإنسان وتربية الأجيال القادمة على مواجهة مثل هذا المشروع والتصدي له وإعادة بناء ما تم تخريبه من آثار مادية وغيرها. فلذلك وجدنا من هذا الاستهداف بالاغتيالات أو بالتهجير أو بالاعتقالات وغيرها. وحتى يعني اليوم نصف العقول البشرية العراقية هي خارج العراق، نعم. أو خارج إما خارج الحياة أو خارج العراق. حتى الذين بقوا طبعا في العراق لا يزال الحمد لله لدينا كفاءات وعقول كثيرة، لكن قيدت هذه الكفاءات وقيدت هذه العقود إما خوفا على حياتها أو من القتل والاستهداف أو خوفا على معاشها لأنها تطرد من الوظيفة وغيرها، أو حتى خوفا أو في على بيئة مشوهة بالكامل. لذا رأينا كيف يعني ماذا قام، ما هو الإحلال بدل هذه العقول. وجدناهم أنه هذا المشروع يحل بدل هذه العقول وبدل هذه الشخصيات الوطنية والأكاديمية وغيرها، يحل العقول أو الشخصيات الفاسدة التي تنشر الخراب وتنشر الفساد والإفساد وغير ذلك. لذا رأينا منها على سبيل المثال ما ذكرته قبل قليل المخدرات، لذا رأينا أنه الرشوة تنتشر، لذا رأينا الطائفية التي هي أصبحت بديلا للهوية الوطنية، نعم. وكثير من المفاهيم اليوم التي يجب أنه أو كانت هي موجودة ورصينة عند الشعب العراقي بدأت تحارب، ولا تجد شخصية أو شخصيات حقيقية يمكن التصدي لمثل هذه المواضيع أو إعادة أو تحصيل المجتمع من مثل هذه الأمور. لذا رأينا هذا الاستهداف لأن البشر أو هذه العقول كما قلنا هي ربما الضمان الوحيد لإفشال أي مشروع من يأتي من الخارج، ولا نزال نعول على العنصر البشري إن شاء الله لإفشال هذا المشروع ولإعادة بناء العراق من جديد. نعم أستاذ فاروق، في ستوكهولم بحكم القرب أو العمل في المجال الثقافي والإبداعي لجنابك، كيف تقيم الخسارة فيما يتعلق بالهوية الوطنية بالشخصية العراقية بمنظومة القيم والأعراف التي كانت موجودة في العراق؟ هل هذه الخسارة طبيعية؟ هل فاقت التصور؟ هل هو نوع من التغير الطبيعي والصيرورة في قضية في المجتمع وليس خسارة؟ يعني كما تصور؟ نعم. في موضوع الهوية أستاذ ماجد، نعم، أحيانا نركز إحنا على 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 المعاني التجريدية لهذا الموضوع، نعم، يعني كأن نقول أن العراق هويته عربية، نعم. بالحقيقة هو العراق عربي، نحن نتكلم اللغة العربية، تاريخنا عربي، رموزنا عربية، كل شيء فينا عربي، هذا مؤكد، نعم. وهذا لا خطر عليه، يعني مهما كان الغزو الإيراني ومهما كان حزب الدعوة على تدمير هذا المعنى من معاني الهوية فلا لا لا نجاح بهذا الموضوع. لكن أساس الهوية نأخذ من منطقة بسيطة جدا، هو علاقة الإنسان بنفسه، أولا علاقة الإنسان بمجتمع أي بالآخر المحيط به. المشكلة أن التربية الطائفية الآن نتائجها لم تظهر، التربية الطائفية نتائجها تظهر بعد سنوات، سننتج أو سنفاجأ بمجتمعات عراقية وليس مجتمعا واحدا، وهذا مو يعني مو أنه أنا متشائم أو كذا، لا، هذا واقع الحال. يقول لك إحنا سوينا شعب من المكونات، هذه المكونات ستتحول إلى شعوب إذا لم يتدارك الشعب العراقي نفسه. قبل أيام الحقيقة شعرت بالحزن، لأن أنا دائما أركز على دور المثقف في كل العالم، في كل الشعوب،
حتى عند السويديين، حتى عند البريطانيين. دور المثقف هو الدور الريادي، الدور القيادي. إذا فسد المثقف فالشعب فسد. نعم. ما يعني الشعب في كل مكان أخي ماجد، الشعب في كل مكان هو شعب غير معني بالقضايا الكبرى. المثقف هو الذي يوسط هذه القضايا الكبرى للشعب، وهو الذي يفهم الآخرين ما معنى هذا وما معنى ذاك. قبل أسبوع أسبوعين حزنت لأن شفت رئيس اتحاد الأدباء وماخذ مجموعة من الأدباء في زيارة لأحد قتلة الشعب العراقي، لأحد الطائفيين اللي مسجل دوليا إرهابي. أنت من نوصل إلى هذه المرحلة، إذن إحنا في خطر، كل شيء في خطر. إذا المثقفين استهان عليهم الدم العراقي، استهانت عليهم الهوية العراقية، وراحوا يكيلون المدح لقاتل من قتلة الحرب الأهلية اللي حدثت في العراق، فهذا معناه إحنا واصلين لمنزلق خطير جدا. هل تعتقد إذا سمحت لي، هل تعتقد أن الطبقة المثقفة في العراق تماهت في الغالبية طبعا مع مشروع الاحتلال، مع المشروع الطائفي، مع هؤلاء الذين تسميهم القتلة، أم أنها رضخت واستكانت وانحنت أمام هذه العاصفة من الدماء الموجودة في العراق وليس هناك من سبيل؟ لا لا، هي أنا أستغرب. أنا أحيانا أقف يعني حائر أمام تفسير تصرفات المثقفين. نعم. يعني اليوم قرأت بيانات من قبل المثقفين العراقيين تستنجد بإحدى القنوات اللي هي قناة مرتبطة بسلطة الاحتلال، إنه لماذا طردتم هذا الكادر العظيم من 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 من, من, من العمل في 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 قناتكم، وهو كادر وطني. كيف يكون كادر وطني وهو يعمل في قناة الحرة الأمريكية؟ يعني أنا ما ردت أسميها، أنت سميتها. يعني من المؤلم إنه أنت الآن مجموعة من المثقفين العراقيين يعملون لدى المحتل. يا أخي هاي قناة تابعة ومؤولة من قبل الكونغرس الأمريكي، ادخل على صفحتها. نعم. بالصفحة مذكورة أن هذه ممولة من قبل الكونغرس الأمريكي. نعم. زين، مثقفين عراقيين يصدرون بيانات ومالين الفيسبوك صراخ. نعم. أن كيف يطرد هذا الكادر العظيم. نعم. شو القصة؟ نعم. يعني أنا حائر في تفسير وضع المثقف العراقي، يعني ما أفهم. يعني فهذا الذي حدث للمثقف العراقي، فأنت ما الذي حدث للشعب؟ يعني أنا بالحقيقة يعني مو بس حائر، يعني مستغرب. الآن ضمن الخسائر في قضية الشخصية أو الهوية أو العقلية العراقية، تعتقد أنها تشوهات قابلة للشفاء، تصدعات، أم أن العملية عبارة عن عملية تجريف ربما من الصعب إعادة ترميمها وإصلاحها من جديد؟ صعب في هذا الوضع اللي أشوفه، في هذه الظواهر اللي أشوفها من قبل المثقفين، من الصعب جدا أن أنت تعالج. نعم. معالجين مرضى. يعني أنا ليش أركز دائما على المثقفين؟ المثقفين هم الأطباء، هم المعالجين للقصة. أنا ما أطلب من الشعب أن يعالج نفسه. أشكرك. يعني هذه القضايا القيم. كمل الساعه. نعم. المسائل القضائيه هي مسائل سلبيه من اختصاص المثقفين. على كل اكو مشكله بالصوت الحقيقه. اشكرك يعني شكرا جزيلا الاستاذ فاروق يوسف الكاتب الصحفي، كان معنا من العاصمه السويديه ستوكهولم. شكرا جزيلا، اشكرك دكتور رافع الفلاحي. هذا المشروع الان اذا استمر بهذه الوتيره على نفس ما كان عليه قبل 2003، هل نحن مقبلون على خسائر أكثر؟ الخسائر هنا متضخمة، أم أن ثمة فرصة على الأقل لإيقاف تضخم الخسائر، على الأقل عملية تقليل من الخسائر تدريجيا؟ أستاذ ماجد، يعني داني قبل هذا أريد فقط مداخلة بسيطة على ما قال الأستاذ فاروق. نعم. لا توجد صعوبة في حياة الشعوب حقيقة، يعني لا يوجد يأس. إيه؟
هذه القضية يجب أن تلغى من كل القواميس. هو قال صعوبة ولم يقل مستحيل، حتى لو كانت صعوبة بالدرجة التي تراها. نعم هو كل عمل صعب، لكن عندما تضع الإطار الحاكم، الإطار الجيد، الإطار الرصين، ستعرف كيف تعالج كل رجعنا إلى الجذر السياسي. نعم أنت تخسر زمنا، أنت الآن في النقطة سين، وكل شعوب الدنيا في النقطة واو، وهذه النقطة واو متقدمة كثيرا. أنت تحتاج إلى أن تكون في النقطة واو مع كل الشعوب ليبدأ مسيرتك، لأنه في التقدم أنت تخسر زمن. هذه نعم ستؤخرك، لأن أنت ستعالج الأمية، ستعالج الهوية، ستعالج الأمراض. أنت لديك الآن على الأقل 40 مرض جديد كانت منتهية في انتهت وأعلن عن خلو العراق من عندها، عادت من جديد. أنت لديك يعني مثلا 10% من العراقيين يتعاطون المخدرات، كل عشرة أشخاص هناك 4 يتعاطون المخدرات، كل 3 من القوى العسكرية والأمنية هناك 1 إلى 1.5 يتعاطون المخدرات. هذه كلها قضايا يجب أن تعالج، لكن عندما يكون هناك إطارا محكما، إطارا وطنيا، تعرف كيف تعالج هذه. نعم ستخسر وقت، أموال وفساد وخراب كلها تعالجها عندما يكون الإطار صحيحا، ستعالج هذا. ستخسر وقتا، نعم هذه ضريبة ما حصل، وهذا جزء من مشروع الاحتلال. أنت يأخرك إلى زمن معين لكي يعد العدة، لكن أنت بهذا الإطار تستطيع أن تمشي، لكن ليس أن تتراجع. الآن نحن نتراجع، توقف التراجع بوجود إطار حاكم جديد. ربما عن سؤالك يعني ستزداد الخسائر، نعم إذا ما ظل هذا الإطار ستزداد الخسائر، ستكون أكبر بكثير، لا يمكن إيقافها. إن لم يعني هل تستطيع أن توقف الأمية اللي وصلت 8 ملايين عراقي لا يقرؤون ولا يكتبون، عدد الأمية المغطاة الأخرى؟ لا تستطيع. هل تستطيع أن توقف عدم احترام التعليم؟ نعم. التعليم لا يساوي شيئا، الصحة غير، كل المؤسسات الصحية صفر، الخدمية صفر. لا تستطيع إن لم يكن هناك إطارا حاكما وطنيا عليه، يقوم عليه أناس يعرفون قيمة الوطن، يخافون الله، أيديهم نظيفة غير ملوثة بالفساد. إن لم يكن هكذا لا يمكن. فإحنا ماضين والعراق ماضي إلى خسائر أكبر، والخسائر كلما زاد الزمن، وهذه يعني على أهل العراق أن ينتبهوا لهذه القضية، كلما مر الزمن كلما صارت الأعباء على أكتاف العراقيين كبيرة جدا، قد لا يستطيعون حملها، الخسائر ستكبر وسيصلون إلى مرحلة، وهذا اللي يريد الاحتلال، نصل إلى مرحلة من اليأس، لا نستطيع أن نفعل شيئا مع هذا الكم الكبير، هذه الكارثة الكبيرة أن نحملها على أكتافنا. فلذلك يجب أن يوقف هذا، إيقاف هذا يحتاج إلى إطار جديد، لأن هذا الإطار هو الذي أوصلنا إلى هذه الكارثة. لدينا فقط أقول يعني ربما من الأرقام، عندما تكون لديك 14,000 مدرسة في العراق، 9,000 منها غير صالحة للتدريس، انظر في بلد هذه موازناته وهذه أمواله، 14,000 مدرسة، 9,000 مدرسة غير صالحة متضررة، وأنت تحتاج إلى 11,000 مدرسة، وتحتاج إلى 3 ملايين وحدة سكنية، وتحتاج إلى، هذه كارثة كبيرة الحقيقة، لكن لا توقف، وسيزداد هذا الرقم تعاظم بالخسائر إن لم يأتي إطارا جديدا آخر، وهذا الشعب يجب أن ينتبه إليها. دكتور أشكرك، شكرا جزيلا للدكتور عبد الحميد العاني، مسؤول قسم الإعلام في هيئة علماء المسلمين، وشكرا أيضا لأستاذ فاروق، أستاذ فاروق يوسف الكاتب الصحفي الذي كان معنا من ستوكهولم في هذه الحلقة التي بحثت فيما خسره العراق جراء الغزو الأمريكي والعملية السياسية المستمرة. نتوقف قليلا معه ثم نعود مع دكتور رافع الفلاحي ليسمعنا خلاصة النقاش الذي جرى في هذه الحلقة.
دكتور، إذن هذا المشروع السياسي لا يمكن أن يكون أساساً للبناء عليه وتحقيق ربح ما للبلد وللشعب العراقي، وبالتالي لابد من إيقافه. ما السبيل إلى إيقاف هذا المشروع أو إرجاعه من حيث أتى؟ يعني دائماً ما كانوا يتحدثون أن القطار انطلق، نعم، وقطع محطته لا يمكن إعادته إلى القطار. ذاهب إلى الجحيم، ذاهب بالعراق إلى الهاوية، يجب إيقافه وإعادته إلى المحطة الأساسية، يجب. نعم سنخسر زمن، خسرنا كثير من البشر، خسرنا كثير من الكفاءات، خسرنا كثير من الأوقات، خسرنا جزء كبير من حياتنا، خسرنا أجيال كثيرة، لكن هل نستمر بالخسارة؟ هل نستمر بخسارة أرض زراعية كانت 48 مليون دونم عام 2003 والآن 12 مليون دونم؟ هل نستمر في خسارة أكثر من 14 ألف معمل ومصنع كانت تعمل والآن كلها قد صفيت؟ هل نستمر في خسارة مستشفياتنا، مدارسنا، جامعاتنا، الأكاديميين؟ كم يكلف يعني طالب أن يدرس الماجستير والدكتوراه ويصبح صاحب خبرة؟ سجل متضخم من الخسارة. كم يكلف هذا عندما تختال يد آثمة في الشارع لهذا العالم، لهذا لكل شخصياتنا الاجتماعية، لكل شخصياتنا التاريخ، كل هذا عندما يختال، عندما يستهدف، هذه كلها خسائر ستستمر إن لم يوقف هذا. هذا البناء جبت حكومة جديدة، أتيت بأشكال جديدة، تقنقراط، ما أعرف منه، لن يغير شيء. الإطار الحاكم سيؤدي إلى خسائر مستمرة وتراكمية ستؤدي بالعراق إلى الهاوية. القطار سيمضي إلى الهاوية إن لم توقف القطار هذا وتعيد للمحطة الأساسية وتضعه في إطار وطني جديد. لن يكون التفاصيل ليست ذات قيمة دام العنوان. ربما بكلمة واحدة، البعض يقول، وحضركم كنت تسأل الدكتور عبد الحميد وأجابك عن هذا الموضوع، أنه يعني يخافون ما تعرض له العراق قليل، نعم، لكي يخاف مما يمكن أن يتعرض. لن يكون ما سيتعرض له العراق إذا ما أزيل هذا الإطار خسائره قليلة جدا مقارنة بما خسره العراق. أشكرك. لذلك يجب إزالة هذا الإطار. شكرا جزيلا، نلتقي إن شاء الله في الأسبوع. بارك الله.